عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامي من السودان يسأل، يقول الإمام الليلة صلى بينا ركعة واحدة، فقلت له أكملها ثنتين، فما استجاب لي وأتى بالوتر وقنت فتابعناه وأتينا بالوتر لوحدنا، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم فعلكم صحيح وهو فعله غير صحيح، الله المستعان، هو فعله غير صحيح، طالما أنه نقول قد سهي عليه وذكر بذلك وأصر على ما هو عليه، يعني وبعد ذلك صلى ركعة واحدة، فالوتر الذي صلى شفع له الوتر اللي هو سهى فيه واستمر على ما هو عليه، ولذلك بالنسبة له هو يعتبر أنه لم يصلي الوتر. أما أنتم نعم أحسنتم في فعلكم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن المؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فنسأل الله أن يرزقنا الرشد وإياكم، وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.